أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف، هل يلزم المصلي أن يستوفي كل وقت الكسوف أم يصلي ما تيسر له ثم يلزم المسجد للذكر والاستغفار حتى ينجلي ذلك؟ يطيل الصلاة، يطيل الصلاة حتى ينجلي الكسوف، يبدأ مع بداية الكسوف، تبدأ الصلاة مع بداية الكسوف وتنتهي مع نهاية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم إذا رأيتموه، أي الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فوقت صلاة الكسوف هو وقت الكسوف بداية ونهاية، لكن لو قدر أنه سلم يظن أن الكسوف قد انجلى وتبين أنه باقي ما انجلى، إنهم يشتغلون بالاستغفار والدعاء ولا يعيدون الصلاة، يكررونها مرة ثانية. نعم.